بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من خلال النافذة التي نطل بها عليكم وهي بيت المصريين. كل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع الأمة بالخير واليمن والبركات. كنا نوهنا على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله سوف يتم تكريم المواهب اللي بتطلع معانا في برنامج بيت المصريين، سواء المواهب اللي طلعت قبل كده أو المواهب اللي لسه هتطلع في حلقات قادمة إن شاء الله. سوف يتم تكريم هذه المواهب بشهادات تقدير وجوائز وهدايا قيمة. النهاردة من خلال الأستاذ الشاعر الكبير رضا أبو الغيط، لأن طبعا هو اللي متبني هذه معظم وأغلب المواهب اللي طلعت معنا في البرنامج، فله كل الحق في تقييم هذه المواهب، وكمان بذل مجهود كبير مع هذه المواهب، بالإضافة مع بيت إدارة برنامج بيت المصريين. النهاردة معنا مواهب رائعة متألقة، براعم وظهور المستقبل، معنا مواهب متعددة، الموهبة الواحدة كذا حاجة، شعر، غناء، رسم، عندنا ترتيل وإنشاد. بنبدأ هذه المواهب ونبدأ نتعرف عليهم ونرحب بيهم، ونبدأ كل واحد يظهر موهبته. تفضلي يا حبيبتي الاسم، قدمي نفسك للمشاهدين. تفضلي. أنا ملك معوض كامل من محافظة دمياط، موهبتي إلقاء شعر. أدي المايك. أنا اسمي مروة محمد فتحي سليم، موهبتي إلقاء شعر من محافظة دمياط. أهلا وسهلا يا مروة، إسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إسلامة أحمد عبد العوف من محافظة دمياط، من إدارة دمياط الجديدة، من مدرسة 25 يناير، وعمري 12 سنة. أقدم لكم قصائد بالشعر باللغة العربية الفصحى من تأليفي. أهلا وسهلا بكم، نورتونا شرفتونا. تفضلي يا حبيبتي قدمي نفسك. أنا اسمي دنيا وليد مريل، عمري 13 سنة من محافظة دمياط، موهبتي الغناء والإنشاد وكتابة الشعر وإلقائه وكمان الرسم. تفضلي. اسمي ميرنا وليد مريل، عمري 13 سنة من محافظة دمياط، موهبتي الغناء وكتابة الشعر وإلقائه والرسم والإنشاد. تفضلي. أنا اسمي مريم أحمد الفرس كوري، موهبتي إلقاء الشعر والغناء والرسم وترتيل القرآن. إنشاد. تفضلي خالد. أنا اسمي خالد وليد مريل، عندي 11 سنة من محافظة دمياط، أنا موهبتي تلاوة القرآن والإنشاد الديني والرسم وكرة القدم. أهلا وسهلا بكم، وطبعا لازم نفتتح الحلقة بتلاوة تلتير القرآن الكريم من خالد. نسمع يا خالد آيات الذكر الحكيم. تفضل يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا خالد. ادي لمريم. يلا حبيبتي قولي آيات الذكر الحكيم.
سألقي عليكم، اهي الكاميرا حبيبتي بص للمشاهدين، اتفضل. سأتلو عليكم ما تيسر من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، في جنات النعيم. ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين. صدق الله العظيم. مريم ادي المرنة. يلا عاوزين نسمع بقى حاجة من الإنشاد اللي معاكم. صدق الله العظيم. هقدم لكم أنشودة بعنوان أنت نور الله في الشام. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هادي وصفي، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيع يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أحسنتي حبيبتي، عليها أفضل الصلاة والسلام. تفضل يا دنيا. هقدم لكم أنشودة بعنوان وحشنا يا رسول الله. عليها أفضل الصلاة والسلام. شفت يا ما ناس مناه تعيش العمر جنبك، وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي، ما تساويش إلا معك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. طال سؤالي قولي ازاي كده عاش عيوننا، حد مش شايفه لو حقيقي هو غالي عليك، ارضيه في الجنة تبقى معاه. وحشنا
يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى ده انا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين اني ازور المصطفى مرة اني ازور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى. نرجع لخالد ونكمل الانشاد الديني وقول لنا حاجه من الانشاد يا خالد. مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو همس دعائي أدعو همس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائد واجل ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. ما شاء الله يا خالد احسن. نرجع بقى لملك ملوكة وتقول لنا اخر انجازاتها ايه بقى؟ رايحه فين؟ خدت شهادات ايه؟ في تكريم عندك؟ في حاجه؟ قولي لنا بقى الشاعره المبدعه. هتقدم لنا النهارده قصيده عن خير اجناد الارض الجيش المصري العظيم. بس عايزين نعرف بقى وصلت لإيه دلوقتي بقى؟ الشعر رايحة فين؟ مسابقات إيه؟ شهايد إيه؟ جوائز إيه اللي خدتيها؟ خدت سفيرة التحدي سفيرة التحدي في الوطن العربي مع قصيدة أيوة الله أكبر فضل. كلمات الشاعر حارس أبو عزب فضل. أيوة زلزل قول وهلل ارفع ايدك بالسلاح خلي كل الناس تكمل رحلة الجيش في الكفاح ايد بتضرب ايد تطبطب وصدر بيصد الرماح الشهيد كان قلبه مدفع وايده كانت بندقية الشهيد
عمري تاني العين بهية. الشهيد لسه بيضحك، قلب قاسي وروح قوية. الشهيد ما كانش ناسي ان موته مش قضية، المهم تعيشي انتي هي كانت دي الوصية. المهم تعيشي انتي هي كان دي الوصية. الله أكبر الله أكبر، صوت يهز الكون بحاله، بنيله وبحره رماله، والجنود على الجبهة قالوا للمدافع كلمتين، مصر دي في كل بيت، على أرضها عشت وحبيت. وشفتي منها كتير ملامة بس عمري ما اشتكيت. مصر ماضي مصر ماضي، مصر حاضر، مصر يعني الجند خاطر. تعالى صرخة في الحناجر، مصر اكتوبر وعاشر، مصر يوم النصر عايمة، صرخة واحدة بعز قايمة. والجنود في الحر صيمة، والسلاح جوه خناجر. مصر مصر على الجبهة تنادي، شد حيلكم يا ولادي، يلا قوموا على الأعادي، خلي صوت الحق ظاهر. الشباب على السمسمية غنوا مصر يا أبية، صرخة الحق اللي هي صرخة الجند اللي طاير. مصر جايبالكم هدية، أرض سينا هتبقى ليا، جددوا الهمة العفية، خط بالريف كان وصية. للجنود والبندقية قالوا مش ممكن هيوجع، واحنا وجعناه بمية. رد قاسي الجند واعر، مش هيجي يوم يا مصر راح تنادي وما تلاقينا، مش هيجي يوم يا بلدي يضع ترابك من ايدينا. بالجنابل والسلاح مصر لينا، بالجنود وبالكفاح، والشهيد دمه علينا. واللي خانك واللي خانك واللي سابك واللي ما يهمش عذابك، دول اكيد مش من ولادك. متدمعيش لو حد باعك، ارفعي وشك لفوق، امسحي دمعة عذابك. كلنا واقفين يا مصر، كلنا واقفين يا مصر، لو حد قرب من ترابك. شكرا. تعليقك كالعادة طبعا دي المروة. بسم الله ما شاء الله عليك يا ملوكة. هي مروة تقول لنا النهارده بعنوان الحق فيما تراه، للكاتب نصر عبد الله، وقالته فتاة فلسطينية مايس عبد الهادي. الحق فيما تراه أو ستسمعه، والخير فيما يبيت الغيث يزرعه، والشهب من فلك الأفلاك ساطعة، كذاك حال الهوى لما نطوعه. في مصر في مصر جيش على الأوجاع مصطبر، وللهروب به بلوى تجرعه. بوركت بوركت يا خير أجناد البسيطة، كم سكبت فيك مدادا أنت منبعه. يا هازما يا هازما جحفل الإرهاب منتصرا، حبل الدجى من صميم النور تقطعه. من بينهم من بينهم أحمد المنسي قائدهم، إرهابهم لم يكن يوما يروعه. قد واجه الموت والويلات مبتسما، وكل زاد بغير الموت يشبعه. كذا وصولة شبراوي ليس لها
ليس لها مهما بحثت شبيها حين يردعوا. إذا انبرى حسنين الفذ في ألق كان محمد بن صلاح مدفعه. وجاءت دبابة يحمي علي علي وظل المنسي للمحمود يتبعه. يا ذاكب الدمع والأوطان باكية ماذا عساها ترد الروح أدمعه. قد كان ينزف قد كان ينزف والأوجاع محظى ردى. يأتي وينزل والآهات ترفعه. يا أحمد المجدي باب المجد منغلق ومن سواك يا منسي يقرعه. ومن سواك يا منسي يقرعه. لله درك لله درك يا منسي صوتك لا غير البطولة والأمجاد تسمعه. لديك سر لديك سر بهذه الروح ما وجدوا له دليلا ينزعه. في صوت أمك في صوت أمك استبكي مغازلة لروح بدر منير أنت مطلعه. في صوت أمك استبكي مغازلة لروح بدر منير أنت مطلعه. بوركتي بوركتي يا مصر هذا الجيش غايته تحرير أرض وأصل المجد أفرعه. طوبى طوبى دماء السائرين على أرجائها تأكل الغازي وتبلعه. ولا تهادن من خان ومن كتبوا وكل من ينبغي الخذلان لأن تمنعه. دم الشهيد دم الشهيد كدمع الأم حين بكت وقلب المعذب في العالين يوجعه. يا جيش مصر يا جيش مصر للإرهاب أنت له حذاري. واصل واصل فضرب الباب يخلعه. ودعت أحمد ملفوفا بشالته وكل مصر بما تحوي تودعه. سينجلي الليل حتما سينجلي الليل حتما وفجر نصرتنا آت وفجر نصرتنا آت. ولا بد من سيناء مطلعه ولا بد من سيناء مطلعه. وشكرا. جميل طبعا. وكنت محقة في انك مصرة انك تقولي القصيدة دي. ابدعتي بسم الله ما شاء الله عليكي. اسلامة والقاء وكتابة الشعر باللغة العربية الفصحى. قولي لنا بقى حاجة من كتاباتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسلامة ساقدم لكم الان قصيدة بعنوان ظل القلم يكتب وهي من تأليفي باللغة العربية الفصحى. ظل القلم يكتب حتى صار القمر بدرا. القلم كأنه ريشة تكتب في الليل والنهار ولكن لا تعرف ما يكتبون. يكتبون كلمات كأنها الأنهار أنهار كثيرة تخفي الأسطار. كلمات بالحق يكتب به الأخيار. فكيف يا ترى فكيف يا ترى يكتب الأشرار. يكتبون كلمات بالحقد والنار. فكيف يا ترى فكيف يا ترى يكتمون الأسرار. يكتمونها بقلوب كارهة لكل الأخيار. كارهة للخير في كل الأعمار
فليت الأخيار فليت الأخيار يهزمون الأشرار. فقد ظل القلم يكتب حتى صار القمر بدرا. وشكرا. والسؤال أقدم على حضرتكم قصيدة من تأليفي وهي بعنوان الشفاء، أرجو أن تعجبكم. تمام تفضل. سقم غريب لكنه عجيب، سقم غريب في الأنحاء لا نعرف له دواء، سقم غريب يحاربه الأطباء، سقم غريب لا نعرف من أين جاء، هل جاء من السماء أم من الأرض أم من أين جاء؟ إنه الوباء، وباء قادم من البلاء، وباء غريب في الأنحاء لا نعرف له دواء، ويحاربه ملائكة الرحمة على الأسرة البيضاء، فتجعل فيه بسمة الشفاء قبل الفناء، فتجعله سعيدا ويشعر بالهناء، إنه البقاء. سقم غريب لا نعرف من أين جاء، لا نعرف من أين جاء، هل جاء من السماء أم من الأرض أم من أين جاء؟ إنه الوباء، بشرى سارة من الأنباء، جاء الشفاء فانحصر الوباء، فلبوا النداء يا أحباء، انحصر الوباء فجاء الشفاء. وشكرا. قصيدتك دي بمناسبة وباء كورونا طبعا اللي اجتاحنا، ان شاء الله ربنا يعافينا ويرفع عنا هذا الوباء. بنرجع لموهبة الشعر ومعانا دنيا، ونشوف هتقول لنا ايه برضو كتابة وإلقاء. للتواصل مع البرنامج في أرقام هتظهر على الشاشة، اللي يحب يظهر معنا في البرنامج قبل موسم التقييم، قبل العام الدراسي الجديد إن شاء الله، وتقييم المواهب وتكريمها في آخر الموسم. اتفضل يا حبيبتي. سأقدم لكم قصيدة بعنوان الأمل، وهذه القصيدة من تأليفي وإلقائي. في وقت قد ضاقت به النفوس وتغلغلت به النحوس، دواء واحد كافي، مريح هادئ معافي، خلطة من تفاؤل وأمل تذيب الكلل والملل، ليست كلمة عادية كتلاصق الحروف مكونة كلمات، إنما هي طاقة إيجابية يزرعها الله فينا لتحدي العقوبات، يبعث نبع سعادة في القلوب يضيء ويفتح الدروب، ظروف مؤلمة جارحة ينهيها الأمل بضربة مبرحة، وقت المزاح اختفى سيعيده الأمل إن نوى، ينوي إذا جاء الجد لا يمنعه إلا سد، سد مليء بالإحباط والاستسلام يهدمه الأمل والسلام، سيترمم الفرح والبهجة وتسمو الدنيا ضحكة، سيترمم الفرح والبهجة وتسمو الدنيا ضحكة. شكرا. توأم بقى مرنا، لازم نقول شعر برضو من تأليف الكتابة. في حب مصر من تأليفي وإلقائي. تلك الأرض العظيمة، أرض الحضارة والتاريخ العريق، أرض مبهجة جميلة ذات نهر عتيق، أرض قامت عليها أعظم الحضارات والتي شيد عليها المثلات والأهرامات، لا تزال آثارها شامخة لا تهبط في مكانها ثابتة، بلاد ظلت صامدة في وجه الزمان
طمع فيها الأعداء من كل مكان، نفديها بأرواحنا الثمينة، فقد متعتنا بخيرات وفيرة، ذكرها الله في كتابه المجيد، وكرمها بخير عديد، فمصر هي أم الدنيا، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، فمصر هي أم الدنيا، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مريم بقى هتقدمي لنا ايه، شعر ولا الأغنية؟ طيب نكمل الشعر، تفضلي حبيبتي. قصيدتي بعنوان عبر الرجال القنال، كلمات الشاعر هشام الجخ. عبر الرجال القنال والنصر مش سهل، عبر الرجال القنال والنصر مش سهل، والدم عرم لسال والغالية تستاهل، عبر الرجال القنال والنصر مش سهل، والدم عرم لسال والغالية تستاهل، عبر الرجال صايمين، عبر الرجال صايمين، حالفين يمين النصر وحياة صلاح الدين، لنصلي فيك العصر. أما اليهود مجانين ملقوش مكان غير مصر، اتظبطوا ظبطة تمام، والعلقة كانت موت، وهو طلعوا بس كلام، واخدنا قال بالصوت، وكل يوم حالة وقوالة وقوالة، إعلام وكذب وزيف. لما انتوا رجال، لما انتوا رجالة، بنيتوا ليبر ليف. شكرا. جميلة. عايزين نسمع أغنية بقى، انتوا الاثنين كل واحدة لوحدها، نسمع هتقولي لنا أغنية ايه؟ نسمع الأغاني. بلدي أم البلاد. تمام. يا حب مصر. بلادي بلادي يا أم البلاد، بلادي بلادي يا عش الفؤاد، بلادي بلادي يا أم البلاد، بلادي بلادي يا عش الفؤاد، يا أرضي وجزوري يا عشقي وبحوري، يا عيشة بهمي يا بويا وامي، هواكي في دمي بيجري يا مصر، هنفضل ولادك شهادة ميلادك، غرامك سلاحنا طموحك طموحنا، قلوبنا وروحنا فداكي يا قدس حبيب، تأمريني ألم لمسنيني، وأشارك وجودك وأزود ورودك، تلاقي في جنودك شهيد ابن مصر وديني وربي، لكبروا وربي وعلم ولادي حنين البلاد، وموت البرادي ليك يا مصر. بلادي بلادي يا أم البلاد، بلادي بلادي يا عش الفؤاد، بلادي بلادي يا أم البلاد، بلادي بلادي يا عش الفؤاد. شكرا. صوتك جميل. يا ميرنا بقى هتقدم لنا ايه؟ هقدم لكم اغنيه بعنوان سلموا لي على مصر. تمام، وطنيه برضه. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتوا لي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتوا لي،
سلام أمانة والنبي سلام أمانة وشو أمانة والنبي شو أمانة سلام أمانة والنبي سلام أمانة وشو أمانة والنبي شو أمانة سلموا لي على الحبايب وبعتوا لي سلموا لي على مصر سلموا لي سلموا لي على مصر سلموا لي سلموا لي على الحبايب وبعتوا لي وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من اللول اللي على الصفين وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من اللول اللي على الصفين خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنخ المنقوش في ثواني خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبوا لي توت عنخ المنقوش في ثواني ويبقوا افتكروني من الثغب اسويرة لولي سلموا لي على مصر سلموا لي سلموا لي على مصر سلموا لي سلموا لي على الحبايب وبعتوا لي. جميل يا حبيبتي. طيب عندنا النهاردة رسومات لخالد وميرنا ودنيا، طلعوا بقى كل واحد يطلع الرسومات بتاعته نتفرج عليها ونشوف. النهاردة عندنا المواهب جميلة جدا ومتعددة. دي رسمة ليا. أيوة. تمام. دي الفيروس كورونا. طلعها الكاميرا هاتي لي نشوف بقى رسومات جميلة مستخدمة أدوات إيه كاميرنا. ألوان عادية خالص. بس أهم حاجة اللي هو الرسم المظبوط يعني. تمام. الرسومات بتاعت منا. دنيا. حبيبي هنعرضها كلها طبعا. حاضر. دي بقى انا وميرنا رسمين دي كل الرسومات الباقيه انا وميرنا رسمناهم مع بعض. انتوا الاثنين مشتركين في الرسمات يعني رسمه واحده؟ انتوا الاثنين ولا كل واحده رسمه؟ لا احنا الاثنين بنرسم رسمه واحده. تمام. في كلها دي كل مليانه بقى رسومات جميله. ده مين ده حد معين شخص معين يعني رسمين؟ لا رسمه بنت عاديه خالص. يعني من تاليفك انت. تمام. طيب. دي بقى عن الطبيعه كده في الثلج مثلا، مناظر طبيعيه مش ملونه، مناظر طبيعيه. ده اسمه برتوري. رسم برتوري. تمام. بالرصاص. دي بقى اللي هو عين العجوز اللي هو التجاعيد. الراجل الكبير في السن بالتجاعيد. جبتها منين التجاعيد ولا جبتي رسمه وصممتي زيها؟ ايوه جبت صوره وعملتها. بقى احنا الاثنين رسمنا. دي مين فيكم بقى؟ مش عارفين مين فيكم رسمها؟ لا هي دي انا ومرنا برضو نرسمها. يا مرنا كانت بتضل بتشتركوا انتوا الاثنين في الرسمه الواحده. ارسم مثلا الورده كده. تمام. ده رسومات كتيره ومتنوعه طبعا ومتعدده. جميل المنظر طبيعي. رسومات جميله جدا بتاعت ميرنا ودنيا. بسم الله ما شاء الله. وخالد بقى لوحده رسومات. اشمعنا بقى؟ احنا بنحب نشترك مع بعض يعني. تمام. خالد اهو على فكره هم الثلاثه اخوات. اشمعنا ما اشتركتش ليه معاهم؟ ما شاركتش ليه معاهم؟ عشان انت ولد وهم بنات يعني. ساعات مشترك معاهم في اغاني في رسومات. يعني مثلا ساعات هو انا بساعده. واحنا برضو هو بيساعدنا كده. تمام. الرسومات بتاعت خالد لوحدك متميز. ده كرتون معروف. رسوماته متميز اهو لوحده. بسم الله ما شاء الله. دي رسمه. دي العين. ايوه العين والفم لوحده. تمام. بسم الله ما شاء الله. ده برضه رسم برتقالي. تمام. خالد. ده ميكي بقى. ميكي ماوس طلعته على الطبيعه زي الرسمه نقلته. والاسماك جميله جدا الرسمه دي. منظر طبيعي جميل جدا طبعا. بسم الله ما شاء الله عليك. مواهب متعدده وجميله ابدعتوا فيها. عاوزين بقى نشوف نسمع اسلامه في القصيده بتاعتها الثالثه باللغه العربيه الفصحى. اتفضلي يا اسلامه سمعينا بقى. السلام عليكم. سأقدم لكم الآن قصيدة بعنوان بنتي حبيبتي وهي من تأليفي. بنتي حبيبتي في وسط الناس، بنتي حبيبتي رفع الراس
بنتي حبيبتي وتر حساس علموه حب الناس، بنتي حبيبتي أبوها وأمها هما الأساس، بنتي حبيبتي رفع الراس، بنتي حبيبتي بتغني وتقول إن الطفل معنى الإخلاص، بنت حبيبتي أبوها وأمها علموه إن الطفل هو الأساس، بنت حبيبتي أغلى الناس، بنت حبيبتي رفع الراس، بنت حبيبتي وتر حساس علموه حب الناس، أبوها وأمها هما الأساس، بنتي حبيبتي أغلى الناس. تمام، برافو عليك يا إسلامة. ادي المروة لو كان عندها حاجة، قولي حبيبتي قصيدة تانية. هلقي عليكم قصيدة بعنوان أمي يا حب أهوى. أمي يا حب أهوى، يا قلبا أعشق دنياه، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شذاه، يا كل الدنيا يا أم أنت الإخلاص ومعناه، فلا أنت عطاء من ربي فبماذا أحيا لولاه، ماذا أهديك يا أمي قلبي أم عيني أماه، روحي أنفاسي أم عمري والكل قليل أماه، ماذا أتذكر يا أمي لا يوجد شيء أنساه، فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تبتسم شفتاه، ما زال حنانك في خلدي يعطيه سرورا يرعاه، كم ليل سهرتي في مرضي تبكي وتنادي رباه طفلي وحبيبي، يا ربي املأ بالصحة دنياه، الأم بحار من خير والبحر تدوم عطياه، الأم تذوب لكي نحيا ونذوق من العمر هناه، الأم بحار من خير والبحر تدوم عطياه، ضميني واسقيني حبا ودعيني أحلم أمه. شكرا. الملوكة تقول حاجة تانية يا ملوكة، قولي حبيب قلبي. مع قصيدة لا يا مصر، كلمات الشاعر اللواء محمد هيكل. مش مجرد نيل وورد ودنيا عايشينها وخلاص، مش مجرد بيت وأرض وحتة ساكنين فيها ناس، مش مجرد شمس طلعة وليل بيضحك للبنات ولا متحف جنب قلعة والتاريخ والأهرامات، مش مجرد شيء حصلني وذكريات ما بتتنسيش، مش مجرد شوق تملي بيلازمني عشان أعيش، لا يا مصر تبقي ما عرفتيش غلاوتك يا حبيبتي عليكي، واللي من شدة حلاوتك ماتوا فيك وماتوا ليكي، مش مجرد دير ومدنة وشوق بيكبر في البعاد، ولا جنسية لولادنا واسم في شهادة ميلاد، مش مجرد أم لينا ليها حق علينا، لا ده انت قبل ما تأمرينا كلنا ليك انتباه، وان طلبتي نور عينينا ترخص الروح والحياة، مش مجرد سبت نور ولا حد خوص ولا جمعتين، مش مجرد عيد وفرحة وناس تهني ومبسوطين، مش مجرد أكلة حلوة وسهرة أحلى في الحسين، لا يا مصر تبقي مش عارفة حقيقتي لما جوه عنيك فقت،
مش داريه انك انتي كل حاجه في كل وقت. لا يا مصر، مش مجرد ناس كتير رسم صورتك على الجدار، ولا غنوه بألف صوره تبقى دايره في كل دار. مش مجرد ماتش كوره وفرحه وقت الانتصار، مش مجرد اسم غالي بننطقه ونتغنى بيه، مش مجرد حضن دافي بنعشقه ونتحامى فيه. برضو معرفتيش حبيبتي انت بالنسبه لنا ايه. انت فاكره بان حبك كم قصيده وكم شعر، اي صوت يهتف باسمك في المظاهره للنهار. لا يا مصر، مش مجرد شيء وجعنا لما نتغرب يومين، وما تشتقلك دموعنا تبقى عايزه الف عين، ولا لهفه يوم رجعنا واحنا دايبين من حنين. مش مجرد خلقي جايه وخلقي رايحه والسلام، ناس بريئه بحسن نيه وناس بتضرب لك سلام. مش مجرد ثورجيه وناس تتاجر بالكلام، مش مجرد حلم خدمي وطاب قلب على النجوم، ولا حب كبير وعدني انه يكبر كل يوم. ده انت كوم في الحب عندي والبشر والدنيا كوم. لا يا مصر، انت حبك هو جاهي وسط اهل المعجزات، انت حبك شيء الهي بالوراثه وفي الجينات. حب فاق الامسيات والامنيات اللي في زماني، واللي جرب يوم يحب مستحيل هيحب تاني. فاسمحي لي افضل في قلبك احيا واتوفى في مكاني، اسمحي لي افضل في قلبك احيا واتوفى في مكاني. شكرا. نشوف مريم بقى احنا هتقول ايه ونختم معاها. قولي اغنيه حبيبتي او اللي انت عايزه تقوليه. يلا. احب اسمعكم اغنيه جدتي يا جدتي للفنانه ليلى نظمي. جدتي يا جدتي انا جايه مع قطتي، جدتي يا جدتي انا جايه مع قطتي، جايه ومعايا الفطار والتفاح في سلتي، جايه ومعايا الفطار والتفاح في سلتي، جايبه الاكل تفطاري جبنه وبيض واشتري، جايبه الاكل تفطاري جبنه وبيض واشتري. اوعي يا مطر تمطري لا تزحلق في سكتي، يا حلاوه لو 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 قطيتي دلهم لو لو، يا حلاوه لو 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 قطيتي دلهم لو لو. ماشيه تلعب وتنونا ورايحه مع عيل جدتي، جدتي يا جدتي انا جايه مع قطتي، جايه ومعايا الفطار والتفاح في سلتي، جايبه معايا بسبوسه وطبق لحمه مهروسه، جايبه معايا بسبوسه وطبق لحمه مهروسه. اصل الشمس شموسه خطفت. بتهدي هذه الاغنيه مريم لجدتها طبعا وهي معاها النهارده. الى هنا اعزائي المشاهدين نكون وصلنا الى نهايه حلقه النهاردة من برنامج بيت المصريين، وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.